السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذا الدرس الجديد. في هذا الدرس إن شاء الله سأريكم طريقة جعل حسابك على الفيسبوك يحتوي على اسمين مختلفين. فمثلا عندما يقوم شخص ما بتصفح مثلا فيسبوك باللغة الإنجليزية سيظهر له الاسم باللغة الإنجليزية، وعندما يقوم بتصفح أو تحويل حساب إلى اللغة العربية سيظهر له الاسم باللغة العربية. فهذه الطريقة جميلة جدا، سأريكم الطريقة إن شاء الله. أولا تذهب إلى الإعدادات الخاصة بالحساب كما ترون هنا، تقوم بالنقر على إعدادات الحساب، ثم تأتي مباشرة إلى الاسم الخاص بك، تقوم بالنقر عليه هكذا. سيظهر لك هنا بإمكانك إضافة أو تغيير اسمك مكتوب بلغة معينة كما ترون هنا. يمكنك أن تقوم بإضافة اسم مكتوب بلغة معينة كما ترون هنا الاسم، سنقوم بإضافة اسم ونقوم بتغييره إلى اللغة العربية كما ترون هنا. سنقوم بكتابة الاسم باللغة العربية كما ترون هنا اللغة العربية. جيد، كما ترون الآن سنقوم بإضافة كلمة السر الخاصة بنا. جيد، ثم نقوم بحفظ التغيير. جيد، كما ترون قد تم إضافة الاسمين. كما ترون سنقوم بحفظ التغيير أو نقوم بالنقر على إلغاء، ثم نذهب إلى البروفيل الخاص بنا. كما ترون الآن نقوم باستعمال حسابنا باللغة العربية. كما ترون الاسم هنا، كما ترون سنقوم بتغيير اللغة الحساب إلى اللغة الإنجليزية، وسترون أنه سيتم تغيير أيضا إلى اللغة، سنقوم بتغيير اللغة إلى اللغة الإنجليزية. ترون أنه سيتم تغيير الاسم إلى اللغة الإنجليزية أيضا كما ترون هنا. فالعملية بسيطة جدا، كل ما عليك فعله هو أن تقوم باتباع الخطوات التي قمت بها في هذا الدرس. إن شاء الله ستحصل على هذه النتيجة. سنقوم بالذهاب إلى الإعدادات الخاصة بحسابنا. نذهب إلى سيتين كما ترون هنا. كما ترون فالحساب باللغة الإنجليزية، سنقوم بتغيير اللغة إلى اللغة العربية. شاهد معي هنا كما ترون الاسم يظهر هنا بلغتين مختلفتين كما ترون، باللغة العربية وهنا باللغة الإنجليزية. سنقوم بالذهاب إلى البروفيل الخاص بنا وسترى أن الاسم باللغة العربية لا يظهر باسمين كما قلت لكم، يظهر لك هنا باللغة العربية لأننا نتصفح الفيسبوك باللغة العربية. فعندما نقوم بتصفح الفيسبوك باللغة الإنجليزية يظهر لك هنا باللغة الإنجليزية. جيد، وبهذا أكون قد انتهيت من هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إلى دروس قادمة إن شاء الله.